الركن الأول من أركان الإيمان. كإيمان ما أزنات وست يمجم مريو. أن تؤمن بالله. بالله سبحانه وتعالى ما منا. كيف أؤمن بالله؟ نديت نو بالله سبحانه وتعالى ما منا. تؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة. بسوس في توحيد أين توش ما منا. وتؤمن بوجود الله. الله سبحانه وتعالى منور للتامنا. ما الأدلة على وجود الله؟ الله سبحانه وتعالى لم ينوره من رجاتش من دنا أدلة كثيرة جدا بتعم بركات تيهونه من رجاتش نعلوت يمكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة نذه من رجاتش كأرات بارات من رجاتش لنا كاتتشون جلالا الأول يما جمريو العقل عقلاتش نو أمراتش نمي جنز زبونه يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع وهذه المخلوقات إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. عند أمره يالله سومتو هين بتأم أسكرامي يهونون فترة تملكتو باينو كذبوا هلا أملاك اللي مني لا يتشلم عند هيال جيت عند الله الردال. الثاني من الأدلة على وجود الله. الله سبحانه وتعالى لما نوره ولتنيو من رجاء. الحس محسوس ملموس ترى بعينك وتسمع بأذنك مثاله تكون في كرب وشدة تقول يا رب فرجها. تجدها تنفرج تراها أمامك فهذا دليل محسوس ملموس يدل على وجود الله قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وما في السماء من سحاب لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحة النبي صلى الله عليه وسلم تقطر معا هذا دليل محسوس ملموس ሁለተኛው ተጨባጭውና ባይናችን የምናየው በእጃችን የምንዳስሰው የሆነ መረጃ ነው እሱም ችግር ያጋጥመና በጣም ተጨናንቀን ዱዓ ስናደርግ ያ ችግር ሲወገድ እንመለከታለን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው መጣና ድርቅ እንደሆነ ነገራቸው እሳቸውም ዱዓ ሲያደርጉ ወዲያውኑ ደመና መጣና ዝናብ ወረደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጺማቸው ውሃ እየነካ የተንጠባጠበ ከሚንበር ወረዱ ማለት ነው ይህ ተጨባጭ የሆነ መረጃ ነው الدليل الثالث ሶስተኛው መረጃ الفطره كل مولود يولد على الفطره فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى يتفطر امنتنا كلهم يتفطربت امنت الله سبحانه وتعالى منورون يمنا الرابع والاخير اردتني اني متشرشوا الادله من الكتاب والسنه وهذه كثيره جدا والله اعلم يقول ان حديث مرجاوچ ناتشو بتام بركاتا ناتشو انزي هلال